74 مقابل 90 في آخر 20 ثانية. الآن دخول للاعب 25 حسين جاسم. حسين جاسم تحت السلة، محاولة لنادي الكهرباء، متابعة من أبو الفضل عباس، ينجح. برافو أبو الفضل عباس، يسجل نقطتين، خلى فريقه يصل إلى النقطة 92. وهنا علي منصور، وبعد ذلك على ما يبدو حيازة الكرة لمصلحة فريق نادي الكهرباء. تواجد أيضا أسماء جديدة، محمد ثار كريم برقم 7. نهاية المباراة أحبتي متابعي ومشاهدي قناة شباب سبورت وان في كل مكان، 92 نقطة لمصلحة الكهرباء مقابل 79 لنفط الشمال. شكرا إلى كابتننا محللنا الفني الكابتن حارث مبشر على هذه الجهود، على هذا التحليل الفني لمجريات هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك. إذا أحبتي المتابعين استراحة قصيرة، وبعد قليل سنعاود